واحد كاتب اسمه، مش هقول اسمك، بيقول انا من اسيوط، انا عندي استفسار، انا كل ما اصلي واقدم توبه حقيقيه لربنا واحس لو بجزء بسيط من التعزيه والفرح المصاحب للتوبه، ياتي دائما بعدها احساس بالحزن على خطاياي القديمه، وياتي ليا فكر ان ربنا ممكن يكون مش مسامحني على اللي فات، وانا صلاتي مكروهه عند ربنا، ارجو الصلاه من اجل ضعفي. كل دي حروب شيطان. ما دام تبت واعترفت لازم تبقى فرحان، الرب نقل عنك خطيتك لا تموت. شوفوا ابونا بيصلي حاطط الصليب على راسك بيقول ايه؟ ابنك هذا وضعفي، نحن حين بنرقص امام، ارزقنا رحمتك واقطع كل ربطات خطايانا، ويقول ان كنا اقصى حللنا طاهرنا باركنا سامحنا. المسيح وعده صادق، قال من يقبل الي لا ارد لا اخرجه خارجا. فما دام انت رحت للمسيح في شخص اب الاعتراف وقلت له خطيتك مهما كانت، لو كانت زنا لو كانت قتل، ما دام في توبه حقيقيه في غفران الهي، وما دام في غفران الهي يرجع الشيطان يشككك ويقول لك انت مالكش خلاص وصلاتك مكروهه، يا خبر قول له مالكش دعوه، قول له مالكش دعوه، صلاتي مكروهه صلاتي مكروهه. بس انت ليه ما عندكش رجاء ان المسيح قبلك؟ انت ليه ما عندكش رجاء ان المسيح كان مستنيك؟ انت ليه ما كانش عندك رجاء ان اساسا المسيح هو اللي شغل جوه قلبك مشاعر التوبه فخلاك تروح تعترف؟ لا، ينقصنا حته كويس قوي ان انا افضل انا الخاطي وزعنا عتيد ان اقف امام مرعوبا ومرتعبا. كويس قوي ان جوايا مخافه وان انا خاطي، بس في الوقت نفسه عندي رجاء ان انا ابنه محبوب وليا داله، وعمري ما هروح لابويا وابويا يديني ظهره. خلي عندك هذا الرجاء وكمل صلاتك عشان توبتك تفرح بيها. معانا ارسانيوس، اتفضل يا ارسانيوس. مقدم ادب السكون، اهلا بيك يا حبيبي.